كانت مجزأة متناثرة غير مكتملة وغير محدثة، وقد لا تكون ريلايبل في بعض الأحيان. لكن الأخطر من ذلك أنه لا يوجد استخدام للبيانات، وبالتالي التحدي الكبير الموجود لدينا هو في ثقافة استخدام وتوظيف البيانات. البيانات تخدم أغراض التخطيط، تخدم أغراض المراقبة والتقييم، تخدم أبحاث السياسات. نحن للأسف سابقاً كان عندنا نظام تعليمي ما شاء الله عليه وكويس، قد لا نكون بحاجة إلى بيانات كبيرة بذلك الوقت، لأنه يعني نستطيع أن ندير النظام ونخطط له. لكن الآن النظام تضخم وتشعب وتعددت مشكلاته وتحدياته، وبالتالي نحن بحاجة إلى بيانات. وهنا أنا أعتقد أن البيانات المطلوبة للتخطيط السليم وللمراقبة فيما يتعلق ب يعني عمالنا كيف بصير الـ pace of implementation لهذه الوثيقة، وهل إحنا ماشيين on track ولا off track في بعض الحالات حتى نعدل، هو لابد أن يكون هناك education decision support system، نظام لدعم القرار. وبالتالي نحن بحاجة إلى بناء القدرات المؤسسية في تحليل وتوظيف البيانات واشتقاق السياسات. بكل ألم، وأنا يعني أتحمل قد أكون جانب من المسؤولية، أنه لدينا مجالس قطاعية، مجلس التربية ومجلس التعليم العالي ومجلس التبت وما إلى ذلك. هذه المجالس لا تعنى كثيرا بالسياسات، وما تقرره هو لا يبنى على تحليل عميق حقيقة للسياسات نفس الموجودة والبرونز أند كونز لأي توجه آخر. ما عاد عندنا لا طرف الوقت ولا طرف المال في أن نستمر بما أسميه pull out of mind policies. هيك أنا بعرف وهيك درسنا وهاي أحسن، ما عندنا هذا الأمر. الآن يا سيدتي بالتأكيد لابد أن نوفر هذه البيانات. البيانات مهمة جدا لأنها تعطي تغذية راجعة instant، وأنا اللي فهمته أنه راح يكون في يونت للمونيتورينج والإيفاليويشن لهذه الاستراتيجية. فالبيانات مهمة جدا حتى نعدل ونصوب ونعمل لينكجز وألاينمنت، وليس فقط ننتظر حتى 32 حتى نقيس المستهدفات. لا، عملية البيانات وتحليلها مستمرة، سواء نفذنا النشاط واكتمل ولا ما اكتمل، شو المخرج تاعه المحدد وبالتالي يجب أن نقيسه، ما هو الناتج الذي قاد إليه وأين يصب بالريزلت والإمباكت الأساسي. فنحن بحاجة إلى بناء قدرات اكتمال البيانات. أهم شيء أن نخلق ثقافة السياسة المبنية على الشواهد، Evidence-based policies. ما عاد منقدر، كل العالم الآن بتحرك بهذا الاتجاه، لأنه كلفة السياسات الخاطئة هي كلفة كبيرة جدا. شكراً معليك. برضو رح أطلب بنص دقيقة يعني تحدي هذا، بس دكتور أمين عودة إليك. يعني دول متطورة تعي أهمية التعليم والتدريب التقني، وفي أمثلة كثيرة بديش أدخل فيها، بس يعني سريعاً هيك بألمانيا من اللي بدرس بهذا القطاع بدرس على الأقل من سنتين ثلاث سنين ونص تدريب عملي في الشركات، هذا جزء من تعليمه. ثلثين التعليم بيكون عندهم عملي، بينما لا يزال عندنا بشكل كبير نظري. جزء هام من رسالتكم هي تحديث هذا القطاع بشكل عام في المملكة. كيف سيتوسع هذا الجانب؟ يعني كيف ستحققون ذلك؟ هل هناك عمل مباشر مع المعاهد؟ شو طبيعة العلاقة بينكم وبينهم؟ شكرا ستي. بداية، نقطة انطلاقنا في برنامجنا تحت جامعة الحسين التقنية، نحن لأول مرة جامعة متقدمة أثبتت نفسها بالأردن هي المسؤولة عن هذا البرنامج للتدريب المهني والتقني. نعم. الشراكة هي مع مؤسسة ولي العهد بتوجيهات صاحب السمو، ومبنية على أساس توفير فرص جديدة للشاب الأردني في مجال التدريب المهني والتقني. الشراكة مع بنك الإنماء الألماني الكيف دبليو، بدأنا المشروع بشهر 8 السنة الماضية،
وحاليا رح نغطي 9 مراكز للتدريب المهني من مؤسسة التدريب المهني، وتشمل مدرسة شنيلر بالإضافة لمعهد جديد في وادي السير اللي مفروض يكون يعني حالة متقدمة على مستوى المنطقة. يعني المفروض بإذن رب العالمين رح ننجح إنه نخلق منه ريجينال هاب لهاي كواليتي تيفت إدوكيشن. الموديل مبني على التجربة الألمانية، وير مابينج التجربة الألمانية بالتدريب المهني. رح يكون في التركيز على كل العناصر اللي بتحقق نوعية عالية من هذا التدريب. يعني احنا حاليا عم نشتغل على رفع الفيزيكال انفراستراكشر، البنية التحتية. بنحكي عن تدريب المعلمين او المدربين في معهد التدريب، بنحكي عن تطوير برامج اللي مش بس بتحاكي حاجات الشباب وحاجات السوق، ايضا بتحاكي ايش بنتوقع رح نحتاج 7 سنين من اليوم او 10 سنين من اليوم، مشان نقدر فعلا نأهل الفرص هاي داخليا وخارجيا. والشغل الأخيرة اللي هي مسألة الانتجريشن اوف تكنولوجي بكل المجالات اللي قاعدين بنسويها وريادة الأعمال. يعني بس لزميلي وباختصار شديد، فوكسينج على الومن بارتيسيبيشن از وان اوف ذا مين توب بريورتيز اور بروجرامز، لان بيكوز يعني انت اور سيت ان انجلش وات يو هاف بوت يور فينجر اون از 13% اوف economic participation is extremely low. فاحنا بنشوف انه مسؤوليتنا نوفر الفرص هاي، وباكد انه توفيرها للشاب الاردني هي مش بس للسوق الاردني، وايضا لسوق المنطقه والسوق العالمي. يعني our responsibility is providing high quality education, TVET education. This is our mandate. نعم، وكلنا أمل إن شاء الله إنه هذا رح يغير واقع الحال. يعني يمكن بدي أختم بسؤالي إليك غدير بعجالة، ويمكن سؤالي غير تقليدي صراحة. يعني التعليم من أجل التوظيف أثبت فعاليته بشكل عام، لكن ماذا عن التعليم من أجل النهوض بنوعية الحياة وهي ركيزة أساسية من ركائز هذه الوثيقة؟ بعجالة بدي أركز على شغلة كمان علشان نأمن حياة لائقة للشباب والشابات الأردنيين. زي ما قلنا بدنا نلحق سوق العمل. واحدة من الشغلات اللي عم نلجأ لها دائما الشراكة مع بقية المؤسسات اللي عم تشتغل في الأردن. إيد لحالها ما بزبط. على سبيل المثال عم نعمل إنيشيتيف مع إنتاج، عم نشتغل على الدول الأجنبية بأوروبا بكندا بالمحلات الثانية اللي عندهم شواغر كثيرة بالآي سي تي سكتر، وإحنا عندنا فائض من الخريجين من الآي سي تي سكتر. عم نشتغل، وهلأ مؤخراً كنا برحلة بإيرلندا لنبحث واحد من هاي الجوانب اللي هي البي تو بي، شركات الأردنية نشبكها مع الشركات اللي بأوروبا لرفع مستواها بحيث إنها تصير تعمل أوتسورسينج للشركات اللي برا. هاد لحاله والكرييت جوبز رح يخلق وظائف لشبابنا وشاباتنا الأردنيين اللي ما بدنا اياهم يطلعوا برا البلد، اللي رح يصيروا يشتغلوا مع الشركات الأردنية اللي رفعنا من كفاءتها تشتغل مع برا. فهذا واحد من الأمور. الكواليتي اوف لايف، طبيعة الحياة تتحسن لما يكون في تأمين لوظيفة للزوج والزوجة والابن والبنت وكافة أفراد العائلة. موضوع تمكين المرأة، تمكين المرأة مش صدفة إنه الستات عم بيتألقوا والنساء عم بيتألقوا بقطاعات البانكينج والإديوكيشن والميديكال. السبب من وجهة نظري وبكيف إحنا عم نلاقيها بالتعليم لأجل التوظيف، التحرش الجنسي عائق أساسي لاختراق سوق العمل بالنسبة للنساء. بهدول الثلاث قطاعات إذا بتنتبهوا عليهم إنه هدول بلارج يعني أماكن عمل كبيرة يقل فيها أو أتليست البرسبشن إنه بيقل فيها نسبة التحرش. 96% من الشركات في الأردن هي SMEs، شركات صغيرة ومتوسطة، وبالتالي الأب أو الزوج أو الكذا ما بيحب بنته تروح، وهي لا تشعر بأنها سيف إنها تروح على، للأسف. مع انه اكيد في استثناءات عظيمه بسوق العمل، ما عم بقول انه الكل هيك، بس عم بقول اللي بيجي على بال الناس انه بده بنته او مرته او هي بحد ذاتها بدها تشتغل بمؤسسه كبيره لانه التحرش اقل. اذا بدنا نعالج الروت كوزز، بدنا نعالج مشكله التحرش بالبلد علشان نشجع
نسبة المرأة مشاركتها بالاقتصاد في الأردن. هذا كله مع بعض بيؤدي لأنه نأمن حياة لائقة للشباب والشابات. التشبيك مع المؤسسات القائمة الموجودة بالأردن، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، معها التضامن، في شركات كثيرة ومؤسسات اللي عم تعمل تخلق جو من البوليسيز لحتى نأمن قطاع خالي من المشاكل اللي بيشجع وبيحفز المرأة إنها تشتغل في سوق العمل. برأيي هذا إشي كثير مهم. شكراً كثير غدير، شكراً ضيوفي الكرام، يعني أثريتم هذه الجلسة بخبرتكم وبشفافيتكم، وأتمنى أن تكون الجلسة نجحت بتسليط الضوء على بعض النقاط الأساسية والمواضيع الهامة. كل الشكر لك صاحب السمو الملكي ولي العهد على حضورك وتشريفك لنا. شكراً دولة رئيس الوزراء السيد بشر، الدكتور بشر الخصاوري الأكرم. شكراً لمعاليكم وعطوفتكم وسعادتكم وضيوفي الكرام، أهلاً وسهلاً، شرفتم.